نسي بتاع العمده. الو يا عمده. صباح الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. يا صباح الفل. احنا انتوا بتتكلموا على الست المتسلطه، ده بيرجع لحاجه مهمه جدا بحكم اللي احنا شفناه يعني في 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 حل مشاكل كتير وقضايا كتير بين الزوج والزوجه. حضرتك بيرجع لتربيه الزوجه نفسها. يعني النهارده لما شاب يروح يخطب بنت لازم يشوف اهلها عايشين ازاي. اذا كانت الام، اذا كانت الام هي اللي ماسكه القياده فالبنت بتبقى، انا بقول له اخلع لو لقيت الست مقتدية بوالدتها وامها. طيب العمده اتفضل. فبتحاول تطبق اللي مامتها كانت بتعمله على الزوج، على زوجها القادم. فدي حقيقه يعني شفناها كتير 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 جدا. بيبقى في بعض الاحيان الزوج بيستكين وبيرضخ للامر الواقع وخلاص بتبقى نسخه من والدتها ونفس الحياه ونفس السيستم القديم عايش. وفي زوج بيبقى لا، هو بيبقى زوج يعني بيبقى راجل، راجل متربي تربيه معينه وفي بيت مستقر وشايف ان الراجل هو القائد. كل واحد ليه دوره، كل واحد ليه دوره، فما بيقبلش الوضع الجديد. فبيحصل هنا مشكله، مشكله وتبقى مشكله كبيره، لان دايما الست بتبقى عنيده جدا ومتخيله ان هو ده الصح لانها تربت 20 سنه على الاقل من 20 ل 25 سنه. بس الكل قاعده شواذ يا استاذ عبد اللطيف، لكل قاعده حضرتك شواز. طبعا بس انا بتكلم على القاعده اللي احنا شفناها. كان عندها 3 بنات، في بنت منهم بتطلع مطيعه جدا للزوج عكس طبعا. بس هو بيتكلم في القاعده العامه. اتفضل يا عمده. فاحنا بنتمنى ان وده راجع لعوامل كتير جدا، راجع لغياب الزوج في السفر، راجع لان الست بتشتغل ممكن بتبقى هي بدخلها اكتر من الزوج، فبتبقى طبعا لها لان ربنا سبحانه وتعالى القوامة للزوج بما انفق. فاذا الست انفقت اكتر من الزوج الوضع الطبيعي ان الميزان بينقلب. فاحنا بنتمنى يا حاج، ما هو مش معنى ان الزوجه انفقت او تحملت زوجها او بتساعد عشان اولادها، سوري يعني في اللفظ، يعني تركب على دور الراجل. ما هو ده مش صح، بدليل في ستات كتير بتقف جنب جوازتها لظروف. لا هو يقصد هي اللي بتصرف على البيت وهي ست احيانا البيت. لا في بعض الرجاله دكتوره بتتعرض، لا ما احنا برضو عايزين نفهم الناس، في بعض الرجاله بتتعرض لظروف معينه مش عيب ان الست تكون اصيله وتقف جنب جوزها، انما طبعا الراجل بقى اللي عايش على طول وهي اللي بتصرف. أيوة اللي هي ارتضت بقى بالشخص ده. طب بقول لك هو فقد قوامته كده، فقد قوامته. طيب شكرا ليكي يا عمده، معلش ده اخر تليفون. هاخد تعليقات اخيره من ضيوفي الاعزاء. دكتوره اشجان اتفضلي. احنا عايزين نقوله الجواز قايم على المشاركه والاكتمال مش الكمال. كل طرف مننا يبقى عندنا فيه عيوب. اذا ما كانش عندنا القدره والقابليه ان احنا نتقبل الاخر بعيوبه ونصلح فيها ونلاقي طرق إيه عشان البيت ده يستقر، الولاد هم اللي هيدفعوا الثمن. ممكن احنا شفنا في التليفونات يعني اطفال ما لهمش ذنب، وده اللي ولد لنا جيل مشوه دلوقتي وعنده مشكله في فكره الجواز، متخيل ان الجواز ده خانقه قلق شفنا. فالقصه كلها جايه من البيت. لازم 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 نقعد ونفكر بهدوء عشان احنا ممكن كناس كبار نتحمل، ولادنا مش هيقدروا يتحملوا. تمام. خلي المشكله جايه من البيت بقى، خلي المشكله جايه من البيت وهي طالعه متغيره عايز تغير شخصيتها. خليكي على طبيعتك على قد ما تقدري، سيبك من النديه وسيبك من ايه، كل ما تعيني نفسك قويه ونديها للراجل بتفقدي انوثتك وقوتك وبتكوني اضعف مش اقوى زي ما انت فاكره. قوتك في انوثتك ورقتك وانك تكوني انثى بجد، زوجه بجد هو زوج بجد، وفي تفاهم بينك وبينه. تمام. في هدنه نحط فيها شروط معينه. طبعا استفدنا كتير من وجود دكتوره اشجان ودكتوره اسماء معانا النهارده، سمعنا حلول كثيره لمشاكل كثيره. اللي انا حابه اقوله لكم بقى، الموضوع بعيد تماما عن النديه، هو اعرفي دورك وانت اعرف دورك. لو كملنا بعض بالدورين دول هنبقى، دي اول حاجه، هنبقى يعني زوجين ناجحين وهيبقى البيت ده ناجح. الحاجه الثانيه زي برضو ما ضيوفي الاعزاء قالوا، احنا المشاعر او الحب الحقيقي مهمه جدا، ما حدش يستهون بيها. لما تبقى انت او انت حابب انك تحافظ على هذا الطرف، او حابب انك تحافظ على اللي بتحبها، او انت حابه انك تحافظي على الراجل ده، انت هيبقى عندك من جوه استعداد للتغيير، فهتبقي كويسه وهتبقي حلوه وهتبقي لطيفه. حتى لو انت بره متسلطه ودماغك ناشفه وكده، لا انت هتبقي جوه البيت حاجه تانية خالص. ليه؟ علشان انت عايزه تحافظي على الطرف ده اللي مطلوب مننا احنا الاثنين. برافو عليكي. لما الاقي ده
لما الاقي ده لو سمحتوا نقدر ان الطرف ده عايز عايز يعيش وعايز يستمر. لو سمحت الكلام ده لكل الستات والرجاله بلاش تسمعوا الكلام الخارجي بالظبط الكلام الخارجي. فبالتالي هنلاقي نفسنا ان احنا عايشين في منظومه سويه، لا نتسرع قوي ولا يعني نتساهل قوي ولا طرف يا استاذه ما هياخد بس وطرف يدي بس. ما احنا لو لقينا ده في خلل، طول ما في حاجه بعيده على الكلام اللي احنا قلناه ده بيكون في خلل في المنظومه. ربنا يوفق الجميع. ولا الستات مش ما يحبوش الراجل الضعيف ولا الراجل المقهور ولا الكلام ده خالص. الست لسه لغايه دلوقتي مع كل القوه اللي هي فيها دي لما بتحب بتحب تبقى تحب الراجل بتوع على بوزها على فكره. هاتي ورد بقى وهاتي شوكولاته وكده يعني وظبطي لطفي الجو يعني عشان هتبقى جميله ورد احمر. النهارده نعمل نقطه من اول السطر يا جماعه، نبدا بدايه جديده يعني نحاول نشوف حاجه شكل جديد. بصي بقى شمع وورد وشوكولاته انو التغيير واحنا تحت امركم معايا الحلوه دي. وشوفي بقى هو بيحب ياكل ايه كده واعمليه له. ما ينفعش الكلام ده بقى خلاص، ما انا عملت اللي عليا. يلا ما تقوليش كده. بشكر ضيوفي الاعزاء دكتوره اشجان نبيل بحث شؤون وقضايا المرأة المعاصرة. بشكر أيضا دكتورة أسماء مراد استشارها العلاقات الأسرية. شكرا ليكي. شكرا جزيلا سادة المشاهدين اللي تواصلوا معنا النهاردة، بشكركم جدا جدا جدا، نورتونا في نهاية الأسبوع وسعدت جدا بلقائكم. أشوفكم زي ما تعودنا كل خميس وجمعة ونهاية الأسبوع، فكونوا على موعد. باي باي.